كيف ليهدي ضعيفة أن تدفع ماء إن ثقله لينوء بأولي القوة وأولي البأس الشديد؟ كيف لك أن تدفع عنك حربا بليت بها البلد منذ 7 سنين؟ هذه أحد مخيمات النازحين في قعطبة، نجوا بأرواحهم من مناطق الاشتباك في عدد من الجبهات. أن تجبرك الحرب على الرحيل مخلفا وراءك ممتلكاتك وأرضك ثم ترمي بك في مكان آخر لهي مأساة كبيرة. أكثر من 2945 أسرة نازحة تتوزع على العزل المحررة في مدينة قعطبة، يحتاجون اليوم للغذاء، يحتاجون اليوم للإيواء، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك. أكثر من 1800 أسرة لا يجدون الغذاء ولم يستلموا أي مواد غذائية من أي منظمة. وعند استقرارك في النزوح تنتظرك سلسلة أخرى من المعاناة، فهنا يشكون بالإضافة للفقر إلى كثير من الأمراض. عندي الكلى، عندي المعدة، وأنا إنسان مريض من العمود، عندي أولاد. نناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بسرعة إغاثة النازحين، بسرعة مد يد العون لهذه الأسر. هذه نبذة بسيطة مما يعيشه الكثير هنا، ويبقى السؤال قائماً وبانتظار إجابة معدومة، متى سيتخلص اليمني من هذه الحرب؟ جلال أبو فاتح، المهرية، الضالع.